السلام عليكم. قصتنا الأولى أنه الشخص يشتري عقار تجاري ممكن يستفيد من هذا العقار بأنه يأجره برقم كبير. دائما العقارات التجارية بتتأجر بأرقام أفضل بكتير من العقارات السكنية. العقار التجاري اللي أنا عم بحكي عنه هو عقار ممكن أنه يكون أصلا مؤجر لبنك أو سلسلة محلات مثل BIM اللي هي بسموها بتركيا البيم. أنا عم بحكي عن هذه الفرصة موجودة بتركيا فقط، يعني أنا عم بحكي عن هذه الفرصة مدروسة يعني دراستها في تركيا. غالب الناس اللي بتشتري هذه الطريقة اللي بتستعمل هذه الطريقة بتكون أصلاً مشتري عقار تجاري، بيكون هو أصلاً موقع عقد مع إما بنك أو بيم أو 101، يعني سلسلة محلات مضمونة. هذه العقود الأجار كل العالم تعرف أنه بتكون بين 5 و10 سنين، حتى أحياناً بتكون أكثر شوي، هاي شغلة نادرة، لكن ماكسيموم 10 سنين ومينيموم 5 سنين. طبعا الزيادة سنوية، هذا قانون عالمي بتركيا، خلينا نحكي بين 8 و12%، هذا الشيء حسب اتفاق بين المؤجر والمستأجر. هلأ الفرصة شو هي فوائدها؟ أولا $250,000 تقريبا أنت بتشتري بعقار ذو قيمة مناسبة لهذا الموضوع. يعني العقار اللي بدي يتأجر لبنك طبيعي يكون له موقع معين، مساحة معينة، واجهة معينة، فأصلا سعره بيكون بتركيا غالي، وبصراحة سعره تقريبيا على الدولار يعني أقل شوي أكثر شوي $250,000 ممكن إنسان أنه يحكمها بهالطريقة. إذا أنت اشتريت عقار $250,000 بتركيا أوتوماتيكيا بتحصل على الجنسية خلال 40 يوم، لا بدك محامي ولا بدك أي شيء، أوراق رسمية أنت بتقدمها بتسأل الدولة وهن بيساعدوك، وأنا ممكن بالاستفسارات ممكن جاوبك عن هذا الموضوع، كتير بسيط يعني. طبعا الجنسية مضمونة لأنه في قانون رسمي بهذا الموضوع. النقطة 2، الأجار قديش ممكن يتأجر؟ يعني ممكن الأجار يكون ما بين يعني مينيموم 11,000 ليرة تركي إلى ماكسيموم 16,000، أحيانا بيكون أكثر شوي. هلا هذا الرقم يعني وسطيا شيء أكثر من $2,000، يعني رقم حلو، وبتركيا خلينا نكون صريح الحياة في تركيا بهذا الرقم كتير ممتازة، يعني ممكن يعيش إنسان عن جد رقم جيد. والاستثمار بشكل عام إنه إذا الشخص اشترى هذا الرقم وليكن بتركيا وعاش في بلد تانية عادي، يعني الرقم كافي أنه شخص يعيش ببلد تانية. هلأ الفكرة بشكل عام من جوانبها بكل احتمال هو فكرة فرصة استثمارية، هذه الفرصة الاستثمارية محمودة الجوانب، يعني ما ممكن تخسر. أنت عندك عقار، هذا العقار عندك طابو رسمي فيه باسمك، فيك تورته، يعني هذا العقار أنت إذا حبيت تبيعه بتبيعه، وقديش بده يخسر؟ إذا أنت درست شراءك بشكل جيد وتأكدت أنه المماثلات لهذا العقار في المكان ومحيطه بنفس السعر أو قريبين له، بهالحالة أنت لما بتبيع ما رح تخسر إن شاء الله. وطبعا في كل الأحوال المحل اللي أنت تشتري برجع بكرر أنه ضروري يكون موقع عقد أصلا، يعني ضروري يكون في عقد أجار مع إما بنك أو بيم أو إلى آخره، يعني سلسلة محلات إلى آخره. هذه الفكرة اللي حابب انه انا شخصيا ساعده فيها، ممكن انا اعمل له دراسه صغيره، ابحث له عن عده فرص مشابهه، يعني امثله انه مثلا وليكن محل تجاري معروض للبيع مساحته كذا مؤجر اصلا لبنك، بنك تابع للدوله او بنك خاص او مؤجر لسلسله محلات، ممكن انا الاقي له اياها واعطيه هاي الفرصه، وهو بيتاكد 100% لازم يكون معه. انا دائما بحبذ على نقطه معينه، لازم يكون معه ترجمان حيادي، يعني مو ترجمان العلاقة بالبيعة، هذا نقطة كتير مهمة. 2، لازم يكون عندك محامي حيادي، ما له محامي له علاقة بالبيعة ممكن يتواطأ، هذه نقطة كتير مهمة. لازم تتأكد انه انت لما عم تشتري من دائرة الطابو، الطابو اللي انت عم تاخده هو فعلا طابو هذا العقار. كتير صارت مع ناس اشتروا طابو بمكان معين، ولما راح على دائرة الطابو واستلم الطابو ودفع الفلوس رجع وتأكد انه صك الملكية هذا بيعود لعقار تاني ما بيسوى هاي القيمة اللي هو دفعها، فهو تعرض لعملية نصب كبيرة بصراحة، وما فينا يعمل شيء. شو ممكن يعمل يعني قانونيا؟ فلذلك لازم الشخص يتأكد من هذه النقاط، لازم يكون معه مترجم، لازم يكون معه محامي. قديش محامي رح ياخذ منك؟ خلي ياخذ منك $500، خلي ياخذ $1,000، معليش محامي. أنا بنصحك يكون من طرف سفارة بلدك، يعني حاول إنيتك مثلا تتواصل مع جهة رسمية يطلبوا منك ويساعدوك بهذه الطريقة. بالختام هذه الفرصة رقم واحد نحن حكينا عنها. إن شاء الله بالحلقة الجاية رح نحكي عن فرصة تانية بدولة تانية بإمكانيات أخرى. طبعاً الفرص الاستثمارية اللي أنا عم بتكلم عنها بشكل عام رح تكون متفاوتة التكاليف. بتمنى أنه الكل يكون استفاد إن شاء الله، وإن شاء الله بشوفكم بحلقة جديدة من فرص استثمارية، وكل حلقة رح يكون معنا فرصة جديدة بدولة جديدة إن شاء الله. والسلام عليكم.